السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفيديو دوت مهم جدا 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 لكل المقبلين على شغل تأسيس سباكة حديثة. قد كده يا نعم؟ دي السباكة الحديثة حضرتك، كل المقبل على التشطيب السباكة الحديثة، الشغل دوت مهم جامد جدا جدا جدا. ليه؟ ايه الجديد يا استاذ محمد؟ ايه اللي انت عايز تقوله او المعلومة انت عايز تقولها؟ قولها بسرعة عشان خاطر ايه الفيديو ما يطولش معانا زي كل مرة. طيب اول حاجه حضرتك وانت مغمض كده، المستويات زي ما احنا عارفين، بس انا هقول سريعا معلومه في الفيديو هقولها دلوقتي سريعا في الفيديو. سريعا بنركب الخلاط على متر و10، الشيرب بتاعي يبقى ماشي معايا مقطوع ميزان الليزر، اكسات الدين الاكس فوق مع الهاند شيرين شاور مع الجيتات، طبعا لسه بنهندم وبنظبط الشغل كله. سبب الفيديو بقى حضرتك المهم قوي، ما تفرحش بالسباك اللي بيعمل لك شويه مونه كشغل مبيض محاره وبيبيض لك الشغل كانه مبيض محاره، لا انا عايز الفنيات اللي جوه الشغل حضرتك. ايه هي الفنيات؟ انا سهل جدا ابيض الشغل واعمل شغل شو اعلامي كده واصور صور وبتاع واقول انا عملت شغل مونه، لا. سبب الفيديو يا جماعه، ايه هي الاساسيات للشغل؟ انا مش همشي بقده مبيض محاره 3 متر وامشي اقيس الجنب والجنب ده عايز يطلع الجنب ده عايز يخرج. اولا ما حدش هيحترم الحاجه اللي انت عملتها، بتاع المحاره لو عايز يخرج هيخرج، بتاع البوج عايز يربع الحمام هيربعه ويخرج، قصه طويله جدا 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 مع المهندسين في بوج واوتار او تربيع في السيراميك او الكلام ده كله. طيب انا عندي هنا كانت في مشكلة قبل كده مش عايزين نخوض فيها، فيعني السبب فيها ان العميل ما احترمش بتاع السيراميك، ما احترمش العلامات اللي احنا قلنا عليها. فاحنا بنقول يا جماعة لازم بتاع السيراميك برضه ياخد باله من اللي احنا بنقوله او بتاع البؤر. طبعا انا عندي هنا طبعا الجتات عملناها دايرة على التوازي عشان الضغط كله يكون متناسب، كله بقت دايرة مغلقة، بقى الضغط كله قد بعضه. عندي اول حاجة هنا لازم بيجي بتاع البؤر والاوتار راجل دكتور في شغله، كل واحد يعمل الشغل المطلوب منه، بتاع السباك مهندس في سباكته، بتاع المحارة والبؤر دكتور في شغله، كل واحد له مجاله يشتغل فيه. فالراجل بعد ما ربع الحمام وظبط الدنيا، الحيطان طبعا مقلوبة معاك وقصة كده، فبص هنا البؤجة فيها ما يقرب من 7 سنتي، يعني البؤجه فوق 7، بص تحت هنا البؤجه ما فيهاش 2 سم، نفس كذلك الامر البؤجه 2 سم هنا ومن فوق عامله 7 سم و8 سم. نفس الموضوع الناحيه الثانيه اهي 7 سم 8 سم ومن تحت على ما فيش، يبقى الراجل بتاع البؤج لازم احترمه واحترم الشغل بتاعه. يعني ايه احترم الشغل بتاعه؟ هو لازم يجي يديني وتر انا امشي عليه، بناء عليه باجي بعد كده سيادتك بشد خيطي زي كده وببدا اشتغل عليه. يعني بص لو جيت بصيت هنا كده، الخيط ده هو القيمه المطلوبه من بتاع المحاره. بعد كده باقي معايا البره ما يقرب من 5 سم، بحط بلاطه سنتي وماده نص سنتي، بيتبقى معايا 3 سنتي ونص هم اللي انا عايزهم من البوكس بتاعي. بناء عليه بص الخلاط هنا كده حضرتك، يا دوبك الخيط جاي على الشراره من ورا، لما يبلط البلاطه هتجيلي هنا. ده اللي احنا بنقوله بقى علشان ما اجيش الاقي نفسي محتاج تطويله قلب، ما الاقيش نفسي محتاج تطويله خلاط سمارت، ما الاقيش محتاج تطويله جيتاب، بتخش في اقاويل وحاجات تانيه كتيره جدا. ومش هينفع اقول لك انا مبيض محاره واروح لك جاي وازن الجنب، لا انا سهل جدا اوزن الجنب، بس صعب جدا انا اعمل تربيع واعمل بؤك فوق وتحت. انا ايه اللي يعرفني ان الجنب هياخد بؤجه كبيره زي كده الا لما اذا كان صاحب الشأن اللي هو الراجل اللي هيشتغل هو اللي عمل كده. فبالتالي احنا لسه هنشوف مع بعضنا الفيديوهات دي كلها ان شاء الله. انا عندي هنا المفروض، هات كده هنا يا عم عمرو، عندي الجت هنا المفروض فيه الميني والماكس. الميني ديت المفروض البلاطه تكون هنا، الماكسيمم ما ينفعش البلاطه تكون اكتر من كده عشان خاطر الجت الصباع بتاعك يركب معاك ويشتغل معاك 100 100 زي ما انت عايز. طيب انا بناء عليه دلوقتي هبدا احط الخيط بتاعي وليكن مثلا هنا كده، يعني مثلا هنجيب على الجت ده هنا كده مثلا. طبعا لسه طبعا انا بس مثبت الشغل عشان الشركه كانت تيجي تختبر وتكبس والكلام ده، بعد كده ببدا اقفل على الشغل بتاعي. فبالتالي انا عندي المفروض لو انا حبشت على كده حضرتك، بص
الخيط مع وزنه الجنب يعني. بص الخيط طالع، الخيط طالع بس مع وزنه الجنب عامل لي ايه؟ لازم الجت يطلع لبره كمان. ده احنا بنتكلم فيها يا جماعه، ان انا لازم يكون عندي الحته السنس ان انا اظبط الشغل بتاعي. نفس الموضوع كذلك الامر هنا الخلاط الاسمر. اضع الخلاط الاسمر. بص الخلاط لو انا ركبته على الوضع ده كده هيتركب معايا البلاطه يا دوبك بالعافيه، مش هينفع الوش يركب بعد كده هيتعبك. طيب دي الطريقه الهندسيه، الطريقه الهندسيه الصحيحه في تثبيت شغل الخلاطات السمارت، الشغل الدفن الحديث الكلام ده كله. طيب في طريقه ثانيه انا ما بلجاش ليها الا لما يكون العميل نفسه مش عايز شغل هندسي ويكلف نفسه او اوفر او الكلام ده. بسيب لك الخلاط، بسيب لك الخلاط ده كده سايب وبقول لك انا بوزن طبعا الخلاط زي ما انا وازن هنا كده، وبدي رباط ليها زي على تحت زي كده اهو. بقى انا وزنت الخلاط بقول يا عميل، يا عميل لما يجي لك بتاع السيراميك بص ايدي هات ايدي كده، قول لي بتاع البلاط بينطر لك الخلاط سنه لبره، بتلاقي الخيط مثلا بتاعه بيروح لك جاي مظبط الخيط بتاعه على الشراره هنا. يبقى لازم بتاع السيراميك والعميل ياخدوا بالهم قوي 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 من ان في اماكن ما ينفعش ابرز بيها كتير ولا اخش بيها قليل. كذلك الامر لو بصينا برضو هنا الليزر بتاعي لما باجي انا ان شاء الله كلها هنشوف برضو في نهايه الفيديو، لازم بدل نفسي اهو بظبط بقى على السنتر بتاعي عشان يبقى الثلاث جتات جايين على خط واحد. انا عندي الثلاث جتات دول حضرتك، عندي اول جت على متر، ثاني جت على متر 20، ثالث جت على متر 40. يعني ايه حضرتك على الارض الواقع لو قلنا على متر فهو مديك هنا متر 20، مديك هنا المتر 40، بيديك هنا كده. يبقى انا قسمت الثلاث جتات على سلسله الظهر او في البطن على حسب ما انت بتختار. هقف كده يبقى هو جه على ظهري في السلسله، او واقف هنا جه على وشي من قدام. ما لاقيش ناس بتعمل لي الجت دوت على متر 70، لا كتير كتير جدا. متر 70 يعني هنا كده، يعني انا اهو بص انا طولي مثلا، احنا مثلا في مصر هنا الطبيعي بتاعنا من متر 65 في متر الاطوال 165 ل 180 ولا بيقل ولا بيزيد قليل قوي، نادرا بقى اساسا ايه نادره. بص ال 170 جت لي فين؟ جت لي هنا كده. فلو عملت البوش بتاع الجت نزل شويه لتحت برضه خبط في وشي ما ادانيش القيمه اللي، او في جفر في راسي ما ادانيش القيمه اللي انا عايزها. لا انا عايز ثلاث جتات يديني في الجسم بتاعي زي ما انا محتاجه. ولو حد طوله 160 165 هتلاقيه جاله هنا، ولو لف البوش اللي في الجت سنه لتحت اداله هنا برضه، مش هيحتاج ان هو يشب لفوق ويقول لك اصلي لازم يكون ستاندر الكود بيقول 170. لا الكود حلو وبنحترمه، بس بنقول ان في مقاسات لازم نحترمها، يعني لازم نحترمها عشان ما تلاقيش في التشطيب ده ما تبقاش متيسره ومتظبطه معاك. طبعا عندي هنا يبقى هاند شاور ان شاء الله، جوه هنا ثلاث جتات وفوق اداني الرين شاور نازل من فوق. عندي هنا طبعا الخلاط بتاعي، خلاط الشطافه بتاع التواليت نفس الموضوع برضو. هنا الصندوق الدفن بتاعي ده كده اللي احنا حبينا المعلومه اللي احنا نقولها ونوصلها لحضراتكم. ما تفرحش بالصنايعي اللي بيعمل لك مونة ويعمل لك اوفر قوي بقى يقول لك انا شغلي بقى مونة وبتاع، لا ده بيبقى مبيض محاره مالناش علاقه بيه، ملوش علاقه بالسباكه اساسا. لا سباكه يعني اساسيات، يعني شغل محترم، موازين هندسي 100% و10 10. يا رب ينال اعجابكم، وتابعونا ان شاء الله على صفحه سباك شاطر على الفيسبوك وقناه سباك شاطر على اليوتيوب. شكرا.